المنيح المش منيح، ليه هيدا طعمته هيك، شو اللي وصل لهالطعمه بالزيت، وكل التفاصيل لهم علاقه بهالموضوع. نحن بنعرف انه اللبناني كثير بيستهلكوا زيت زيتون، وهلا الموسم يعني هلا عم نبلش القطاف، هلا القطاف، فهلا كل العالم بحبوا يعملوا مونه ويشتروا زيت بالتنكه وياخذوه من عند المزارع وياخذوه لعندهم على البيت. نعم. سو حبينا نعمل شويه اويرنس، شويه وعي للعالم اللي عم تشتري على بيوتها، تتعرف شوي اذا عم تشتري النوعيه المضبوطه او النوعيه الغلط، عم تنغش ما عم تنغش لانه ما حدا بيعرف بالاخر. نعم. عم بيشتروا. خلينا نبلش شوي من الزيتونه. اوكي، شو البروسس او اوكي هو بطريقه نوصل للزيت؟ ما بقى على عكس ما بيفكروا العالم، الحبه هي بتكون خضراء بتصير سوداء مع الوقت، يعني ديجا بس نبلش من هون الحبه هي خضراء قد بيز، مش انه في شجره بتعطي حب اخضر وشجره بتعطي يعني حب هلا أصدر. ما في زيتون اسود وزيتون اخضر، بلا بتصير سوداء وقت تستوي. بس هي نفس الشجره، هي نفس الشجره نفس الحبه with time. سو احسن بكثير هلا نوصل ليش نقطف وقت يكون اخضر الحب. نعم. ونشتري زيت يكون نحن بنسميه لبنان خضير، هلا كمان رح نوصل على الامالغام. اسمع كلمه خضير. دونك الحبه الخضراء لازم تكون مقطوفه. هلا وقت تنقطف الحبه احسن شيء تيطلع عنا زيت زيتون بكر ممتاز اللي هو الاكسترا فيرجن اوليف اويل، لازم تنقطف على الايد، لازم تنحط بباكيت او بلاستيك مش بكيس جنفاس او نايلون لانه بتحمى كثير الحراره فيهم وبتبلش الفرماتاسيون تخمر. لازم يتاخذوا دغري على معصره، لازم وذن ماكسيموم 24 ساعه يكونوا انعصروا، يعني ما ينعمل ستورج وقت ما انقطفوا على الايد. صح. توصلوا للمعصره تنعصروا مش وصلوا، لانه ايام بيقعدوا بالمعصره نهار ونهارين وثلاثه واربعه لانه في كثير عجقه والمعصره تصير ما عم تلحق، فبيجمع هالزيتون ما بيسوى يتجمع الزيتون، لازم within 24 hours يكون انعصر هالزيتون. شيء انه ينعصر لازم كمان بتقنيه العصر اكيد يكون عصر على البارد. هلا رح تساليني شو العصر على البارد. العصر على البارد هو كولد بريس، هي الفكره بس انه يكون الحراره within تحت 20 دغري، يعني انت عم تعصر ما عم بحطوا مي سخنه، ما في ولا محل عم بيحلوا الحراره كثير للمكانات. يوجوالي اللي بيصير انه ليه بيحموا الحراره اصلا؟ بيعلوا الحراره لانه يعني بيسرعوا البروسيس، يعني اذا البروسيس بده ساعه، اذا علوا الحراره 10 دغريز بيصير بده 45 مينتس بس بتاثر على نتيجه بتنزع النوعيه، بينتزع الزيت بينعمل له بصير عمل اوكسيديشن. سو هون صاحب المعصره بيصير بده يسرع العصر، عمليه العصر تيعمل اكثر ييلد بالساعه، والمزارع عنده منتوج اكثر، والمزارع بالاخر بيكون عم ينتزع زيته ومش فاهمين شو عم بيصير فيه. سو كثير لازم ننتبه على هالشغله. دونك الكولد بريس طبعا يكون كل الخط ستينلس ستيل، يعني لانه الزيت بيلقط، اذا واحد كان عم يدخن حد الزيت بيطلع الزيت ريحته دخان. سو لازم يكون كله ستانلس، ما في حديد، ما في كونتاكت هيومان، يعني مش واحد عم بياكل ورجع عم يشتغل بايده ويصير بتعرفوا كل هالقصص لازم توقف. يعني العمليه كلها مسكره بتكون، لازم تكون كله مسكر، بيجزل الزيتون بتتغسل بينطحن بينعجن بينفرز، يعني زيت لحال مي لحال والبارتيكول سوليد اللي كانوا الحبه والعجوه كمان لحال. نعم. المي بتروح بينسقى فيها، الزيت بيتخزن، والعجوه هلا بينعمل حطب، بينعمل منه حطب حاليا للتدفئه، هيك بيكون يصير كويفر مي ايكولوجيكال فريندلي شوي. حلو. الشغل دائما بتنعمل هاي بلبنان او مش كل؟ لا ما بالعكس، ما حدا بيعملها هلا، نحن عم نجرب نفوت هالتكنيكس، يعني بلبنان في شي 10 معامل بس بيعملوا، يمكن من اصل 500 معصره في يمكن شي 10 بس بيعملوا هذا الشيء. نعم. سو مفروض كلهم يصيروا هيك ونخفف شوي تكسير الغابات والحطب. تنرجع على الزيت، الزيت بعد ما يطلع من المعصره لازم يتخزن بستانلس ستيل، لا بتنك لا ببلاستيك. الازاز اذا بدنا نحطه بازاز لازم ينحط بازاز، بس ازاز محطوط يا بالعتمه يا ما ازاز يكون غامق، يعني هيك. ومفضل انه ينحط بالعتمه بمحل ما في هواء، بمحل ما في درب شمس كثير، محل ما في شانجمون دو تمبيراتور، يعني نضلنا نحافظ على حراره بين 12 و16 درجه، محل ما عاملين ستورج للزيت. يعني نقول حراره المطبخ بالبيت ديبيندز انه ايه، بس اذا بيتك ما بعرف روف، اذا بيتك روف بتصير 30 حراره المطبخ. ديبيندز يعني مفضل اذا عندك تدخيتي بمحل بنص البيت مثلا ومش ضربتها الشمس دايركتلي تحطيهم فيها. نعم. وتخلي بس الجالون يلي عم تستعمليه كل يوم بين ايديك وتضبي الباقي بالستورج. اوكي. رح نكفي موضوعنا، كثير حلو موضوعنا اليوم، بس بعد البريك.
مع اليوم يوسف فارس وعم نحكي عن زيت الزيتون. يوسف، نحن لما نشتري زيت إن كان من السوبر ماركت أو لما نأكل عن الناس أو بالمطاعم، في كذا نكهة للزيت. صح. شو عشو من وين تجي هالطعمات المختلفة؟ من الزيتونة؟ من الشجرة؟ في شغلتين مختلفين أكيد. إذا بتاكلي زيتون صنع لبنان وزيتون جاي من إيطاليا أو من إسبانيا أو من اليونان، أكتر شيء بأثر على الطعم هو الفاريتي، يعني هي نوعية الشجرة. نعم. نوعية الشجرة هو أكتر شيء بأثر. هلا علما نحن بلبنان عندنا فاريتي وحدة، يعني وحدة بس؟ ايه، وتحتها في عندك يعني one genotype many phenotypes، عندك تحتها عدد sub varieties بس هني على باز شجرة واحدة. هلا يقال تاريخ بيقول انه شجرة الزيتون بلشت بلبنان وانه انتقلت من هون مع الفينيقية على اليونان وبعدين من اليونان برمت على البحر الابيض المتوسط. نعم. يعني عندنا نحن شجرة كتير حلوة والزيت اللي فيها نوعيته كتير عالية. بين المناطق رح تقولي لي رح يفرق الطعمة. هلا في كتير اساس بتأثر بالطعمة كتير. نعم. كتير اساس، بس هو الاساس ما فينا نحن نأثر يعني نتحكم فيهم. الطقس، الشمس، اذا بتجي الارض بتاخذها الشمس تربي. الصبح او عشية، التربة، الراي ما في راي، تسميد او لا عدد من التسميد، كلهم قصص بيأثروا. اكثر شيء بيأثر هو نوعية الشجرة، هو القصص بيأثروا. بس نحن كمهندسين هو عوامل طبيعية، نحن كمهندسين هو كان بدي اوصلك، نحن كمهندسين اللي بنشتغل عليه هو القصص اللي نحن فينا نأثر عليها. نعم. اللي فينا نشتغل عليها هو اللي بنقلل البقية. نعم. اللي نحن فينا نشتغل عليهم هن اي متى بنقطف. إذا قطفنا الحبة خضراء أو قطفنا الحبة سوداء، إذا قطفنا بأكتوبر أو قطفنا بجانفيه، هول الأمور اللي بتأثر. لأنه الحبة الخضراء فيها مادة اسمها بوليفينول. نعم. اللي هي مادة مضادة للأكسدة، اللي هي المادة بتخلي أنه زيت الزيتون يكون بأهميته ويكون منيح للاستهلاك البشري، ويكون منيح ضد الكانسير وضد الكارديوفاسكولار ديزيزز. هاي المادة هي كمان بتخلي زيت الزيتون يضاين لفترة أطول. يعني إذا عندك زيت زيتون معمول من حبة خضراء بيكون بقلبه كتير بوليفينول، بيكون الشلف لايف يعني ده بيضاين عندك بالبيت أو عند ست البيت إذا اشتريت تانكي، بيضاين معها سنة مثلا أو سنة ونص. نعم. بتضاين التانكي، وهيدا هو الشيء اللي بيعطي طعمه، بيعطي طعمة مرورة على اللسان وبيعطي طعمة شعطة بالزلعوم. نعم. وهو اللي طعمات نحن هلا رح نوصل على هالموضوع عم ننبش عليهم بزيت الزيتون. يعني نحن وقت بدنا ندوق الزيت، إذا طلع الزيت اللي عم ناكله ما له طعمة، لما فيه مرورة على قفل لسان وما فيه شعطة بالزلعوم، نحن عم ناكل بالآخر زيت جاي 90% من الوقت من حبة من حبة سوداء، لأنه الحبة السوداء بيكون ما فيها هالقد هالمواد المضادة للأكسدة. نعم. من ميلة، أو إنه هني عم بيصنعوها زادوا عليها كتير مي، والمي هي بتذوب هالمواد المضادة للأكسدة، خففت الطعم تبعهم. نعم. بس هذا زيت ما بيضاين، هذا زيت شيلف لايف تبعه 3 أشهر. شو بصير بعدين؟ بيبطل اكسترا، بيبطل بكر ممتاز، بتقل النوعية تبعه، بيصير بكر. بعد 6-7 أشهر ببطل صالح للاستهلاك البشري. يعني it depends. هلا فيها تروح بريزومارا. فينا نعرف هالشيء؟